بسم الله، السلام عليكم الدراري، اتمنى تكونوا بخير. تسناو يدخلوا معانا يعني الدراري شويه للجروب باش نبداو يعني في لانيماسيون ديال هذا اللايف، ونشرحوا حتى الغرض منه لاش زعما مديور، وان شاء الله نحاولوا يعني نعطيو كاع السومير ديال اللايف. ونتمنى من الدراري يدخلوا يبارطاجيو باش شويه يعني تبارطاج المعلومه، وان ميم طون ان شاء الله يعني نصحوا حتى بعض المغالطات اللي كاينين. وغرضنا هو ان شاء الله نشروا المعلومه الصحيحه، ما غرضنا يعني حتى شي حاجه لا تجاري ولا تسويقي، فغرضنا محض هو اننا ان شاء الله نوصلوا المعلومه الصحيحه لكاع الناس اللي كيداولوا يعني التجاره الالكترونيه في المغرب. فمرحبا بكم، اتمنى يعني ان شاء الله تبارطاجيو اللايف بكثافه، ونبارطاجيو ومن بعد ديك الساعه نخرجوا بدي زيدي اونصومبل. غنتسنى واحد دقيقة ولا جوج دقايق بين ما تجمعو الدراري. دابا الصيف كلشي مشتت، وهذا وهذا، يلاه يلاه. فمرحبا بالجميع. يلاه جوج، زيد 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 زيد. كتشوفوا يعني الدنيا قاع معرمة، يعني كوليات منهم روتور، منهم اللي غيتصيفطو، منهم سويفي، منهم مخلطة الدنيا. هذا هو مقر العمليات، ما كنديروش الإشهار لديك سيرفيس الميساجري، دونك الفاهم يفهم وصافي. احنا غرضنا من هذا اللايف هو نوضحوا بعض الأمور وبعض النقاط، ومنها يعني ننوروا حتى الرأي العام، ولا قاع الدراري قاع اللي كي اكزيرسيو هاد سميوها ميتيه ولا سميوها يعني نشاط تجاري. فهاد اونلاين بيزنس راه خصو يعني توضح، وتوضح معاه يعني بزاف الامور، باش حتى واحد صراحه ما نبغيوه يضيع يعني في شي حاجه، ولا يدخل لشي ميدان هو ما عارفش فيه، بعدا قوم يعرف الابجديات ويعرف يعني الحقائق ديال التجاره الالكترونيه في المغرب، اللي الله واحد المجال يعني خصب يعني باقي فيه ما يدار، و او ميم طون راه خاصو ايتيدي، يعني سي تان يعني كيبقى دومين اللي تا هو خاصو لي تيد دو فوزابيليتي، خاصو البيدجي صحيح، ماشي بحال كيتروج يعني اللي جا كاين اللي كيقول لك كيبدا ب50 درهم، كاين اللي كيقول كيبدا ب10 دراهم. يعني صراحة خاص لو ماكسيموم ديال يبارطاجيو الناس باش نشرو يعني المعلومة الصحيحة. غنتسنى واحد دقيقة ولا جوج، ومن بعد غادي نديماري يعني. وديك الساعة راه اللي عنده يعني باغي نيتو سليمة راه غادي يبارطاجيه يعني على أعلى مستوى، وغادي يشوفو بيان سور. سي سفيان غومغار، مرحبا. ملي غادي نبدا اللايف يعني نبدا ندوي ديك الساعة، ما غاديش يبقى الوقت باش غادي نجاوب على لي كومونتير. وبانو او ما بقيتوش كاع كتليفري وصافي، سالا الدومين. شوف مبغيناش نديرو فضيحة ولا شي حاجة باش يتنشر على أبعد نطاق. على درنا فضيحة ولا درنا شي واحد كوناني كي تطلع النيفو، والله كي تطلع النيفو بلي شيفر، يعني ماشي بالهضرة خاوية ولا هذا. مرحبا، فإن شاء الله نحاولو يعني نزيدو بالمحتوى باش ما يبقاش يعني ضيق، ويبقى هذيك الهضره ديال مضاربين ديما مع امانه، ولا مضاربين يعني واحد مع واحد ولا هذا. فغنحاولوا نعطيو هذيك الدفعه، والحمد لله ما غادي نضروا حتى شي واحد، حنا غرضنا هو نصحوا بعض المغالطات ونتوكلوا على الله، هذا هو الغرض ديالنا. شكرا، ميرسي الدراري بوغ لي زونكوراجمون. ف يعني كيبان لي غادي نبدا نتوكلوا على الله. فكما كيعرف الجميع ان الايكوم يعني في المغرب يعني شي حاجة بقى خصبة، يعني دومين فيرج بالعربية،
وباقي فيه يعني ما يدار، وفيه بعض الاكراهات كيبقى يعني سيتان بيزنس يعني اللي خاصو يتخدم، وخاصو يتخدم يعني دون مانيير بروفيسيونيل، يعني من الهوايه يدوز بنادم لدرجه يعني الاحترافيه. فالان يعني كنشوفوا بزاف يعني الناس كتساءل كيفاش من نجيب المعلومه، واش ضروري خاصني دوره، واش كذا واش كذا. فهاد الشيء كامل هاد الاسئله فهي صحيه في واحد الدومين اللي هو جديد، كل ما كان جديد ما غاديش يسولك بنادم، يعني صافي بنادم غادي يخدم عادي. لكن الاي كوميرس في المغرب كاينين دي باج يعني اللي وصلوا لواحد درجه الاحترافيه، وكاينين دي باج اللي باقيين صراحه بادين في يلاه تالفين، يعني فين مع من نخدمو مع من هذا، واش خصنا شي دوره تكوينيه وكذا. فراه هادشي كامل يعني صحيح. فبالنسبه كما كيعرف يعني المتداخلين الاطراف التجاره الالكترونيه راه كاين بزاف يعني الاطراف. كاين اول حاجه يعني البرودوي، ملي كتقول برودوي كتقول الفورنيسور، مين غنجيب البرودوي يعني خاصني الفورنيسور، واش من هنا ولا على برا. كيبقى ديك الساعه كل واحد يعني كيشوف يعني لا استراتيجي اللي غادا تخدم ليه. ابخي مني من بعد كنلقى البرودوي خصني نشوف لا استراتيجي دفونت، واش استراتيجي دفونت ديالي واش نعتمد على الاشهار ولا نعتمد على لي لايف، ولا غادي نعتمد يعني غير على لي زات يعني الترافيك يعني فابور نبقى نبوستي في الجروبات وهذا. فكتبقى كل واحد واستراتيجي ديالو. انا هنا ما غاديش نعطي، ما ندخلش في التفاصيل ولا غادي نعمق، فانا غرضي يكون يعني تنويري يعني بلوس كو انه يكون تقني. فانا بغى داكشي من بعد ان شاء الله، ورا جو بونس المحتوى يعني غني، ورا كل واحد يقدر يفيد بالتجربه ديالو. بالنسبه لما كتدخل استراتيجي دفونت عاد كتبدا عاوتاني في السويفي. يعني تصور معايا يعني انا كيجيني بالنسبه لي يعني شخصيا وعن تجربه، يعني نقدر نبارطاجي معاكم يعني شويه كلكو شيف خو كذا. يعني الحمد لله يعني الارقام يعني محترمه، يعني 30000 40000 يعني باغ موا، ولكن كتبقى يعني مازال فيه ما يدار، وتقدر تحقق يعني اكثر يعني بلا ما تصدع راسك. ولكن المشكل اللي كاين هو سيت ان انفستيسمون. اول حاجه كتانفيستي في البرودوي، خاصك تشريه منين تجيبه وهذا. بيان سور كتقلب في الاول غير حداك، يعني بيان سور تقول لي علي بابا ولا علي اكسبريس، وتاخد شويه والديوانه وهذا. وانا عارفك يعني غير باغي تموه، ولا باغي يعني تبيع الدراري شي حاجه صعيبه باش يبقاو يجيو عندك مره مره، يبقى يقول لك عافاك فينا هي. فيعني كتشوف غير حداك النيتش اللي حداك، ويمكن لك يعني دير لهم. بيان سور ما تصورش الصنداله في القيصريه في كاع القيصريات وهذا، راك كتقلب على واحد البرودوي يعني وينين البروداكت، والمغاربه يعني كيشريو اللي زعما صراحه راك كتشوف الكومبورتمون داش عند المغاربه راه كيشريو، راه بارمي الدول اللي كيشريو صراحه يعني اور يعني ماروك يعني صراحه. بالنسبه تاني حاجه يعني من بعد يعني ما كدير سويفي ديكولي وهذا، خاصك تعرف انك من بعد انك كتستثمر، سمحوا لي، من بعد انك كتستثمر فلوسك في الشريان يعني ديال البرودوي، كتجي هنايا في استراتيجي دفونت. الا كنتي سور وسيرمون يعني الدراري كاع ديال الايكوم الغالبيه كيخدموا في فيسبوك ادز، يعني ما نقولش لك يعني تيندر ادز، سناب شات ادز، ميم انستغرام يعني شويه، ولا غادي نبقى نكذب عليك، فالغالبيه كيخدموا في فيسبوك ادز، كتبقى رخيص. ابخي واش كتسيب لي واش ما كتسيب ليش، كل واحد شنو كيدير بيرسونيلمون. انا بيرسونيلمون يعني كندير يعني ما كنسيب ليش، ولا بغيتو يعني واحد نبدا زعما مثلا غير في السويفي يعني باش تعرفوا، يعني ماشي زعما غير كندويو عن فراغ. يعني الحمد لله غير الفيد كونت يعني من المؤسس حتى المواسات، يعني راه تقدر تشوف يعني راه حتى 41000 وهاديك 49000 راه هانتوما راه كتشوفوا يعني المنتوج شحال كيدخل، 239 219 كذا كذا، راه يعني يمكن لكم تشوفوا. انا ما كنبغيش نبارطاجي الارقام حيت ما غرضي ما غادي ندير دوره، ما غرضي يعني نبيعكم يعني شي منتوج ولا شي لوجيسيال جيستيون ستوك، ونقول لكم ثاني 5000 دولار ولا انا داكشي ماشي من النوع ديالو. الحمد لله غنيني الله يعني الا كنت كنحقق هاد المبالغ، ما عندي ما ندير فشي دورات تكوينيه. حيت تو سامبلومون المغالطات اللي اليوم اي واحد تيبغي يبارطاجي المعلومه تيدير جروب ديالو خاص، كيجر الدراري كيوريهم شويه الحياه الشخصيه ديالو، مصور مع ساطا، مصور حدا بيسين، كيشرب العصير، كيمشي لهنا كيمشي لهنا. فالله يرضي عليكم كونوا ماتور. الا كانوا بعد الدراري مثلا فيهم الحماسة الزايدة، ولا ما عارفينش بوتيتر يعني القانون كيفاش مأثر المهنة ديال الفورماسيون، ولا هذه خاصك واحد لو كادر جيغيديك تخدم عليه. لا نوميناسيون باش فورماتور شكون يعطيك، خاصو يعطيك ان اورغانيزم اللي يعني معترفة به الدولة وهذا. اما لا جينا نبقاو نصبحو كذا ونرجعو، شي واحد شي نهار غيلقى راسو يعني في الحبس في العكاكش صراحة. دص ميت
يعني حدا الكراطن ولا لقى الكراطن، فصراحة يرد البال الإنسان ويعرف راسو شنو كيدير. إذا كانوا مغمضين شوية العينين أنه بنادم ما تيخدمش بواحد روجيستر كوميرسيال، ولا مثلا ما عندوش لوكال، ولا ما تيقلبوش لي كولي، ولا بوتيتخ تتخدم في برودوي بارا فارماسيوتيك وانت ما عارفش، ولا كدير الميك اب ديال مثلا ماركات مشهورة براند، راه كاين واحد الريسك خطير الدراري بزاف ما عارفينوش. ولكن باش نجي نبيعك غير وهم، نعمر كيفاش تعمر ورقة أمانة، ولا كيفاش، ولا نشتت لك هذا، ولا نتصور هذا باش انت تجي عندي، ولا نقول لك شي معلومة اللي ديجا هي ما كايناش ولا مغالطة. راه هنا ديزولي، هنا راه كنخرب في الدومين وكنشر واحد المغالطة يعني كبيرة. فاخر مؤخرا يعني سمعنا واحد قال لك داير فلوت ديالو، يعني بدا خدام في ملي كنقول فلوت خدام يعني بواحد البارك ديالو، وتيدير دورات ودير واحد لوجيسيال جيستيون دو ستوك. اول حاجه بعدا ملي كندوي على جيستيون دو ستوك كندوي على واحد الميتي اللي هي كبيره، اللي هي السبلاي تشين، وهي لا لوجيستيك اللي الناس كتقرا فيها بوتيتر باركور ديال 19 ديال 18 باش تولي واخده يعني الاجازه او هذا في اللوجيستيك، وما كتوصلش لهذيك الدرجه انها تطور لوجيسيال ديال جيستيون دو ستوك. بعدا خصو يفسر شنو هي جيستيون دو ستوك، وشنا هما المؤهلات ديالك باش دير لوجيسيال. يعني بزاف المغالطات سمحوا لي الدراري، ولكن هادشي ما خصوش يتسكت عليه. علاش؟ لان بحال ما نقولوش هي محاولة نصب، ولكن كتبيع الوهم. سمحوا لي على الكونيكسيون الزينه في البلاد. قلت لك بحال هادو اللي كيبيعوا، بحال هاد الشيء كيبيعوا الوهم، بحال هذاك اللي كتقول لي غنحركك لاوروبا، ملي كيوصل لاوروبا دخل وصل فيا كل واحد الحوت بعد المرات وسط الطريق. هادشي اللي خايف لا يوقع للدراري اللي يلا غادي يتزادوا الدومين بلا ما يدرسوه مزيان. فانا تنقول لهم مزيان سيروا وماشي بالدورات، يعني اللي يفهم هضرتي راه غيعرفها يعني ناضجه، راه ما غرض يعني لا تسويقي لا اشهاري لا حتى حاجه. وفي نفس الوقت ما كنضرب حتى شي جهه، ولكن اللي كينشر المغالطات حنا ضده. يعني اي واحد حنايا في الدومين راه العشابه وداروا التنسيقيه ديالهم مع كامل احتراماتي ليهم، كل شيء دار تنسيقيات، باقي جوست هاد الدومين اللي من هب ولا دب يجي يكذب عليك، يجي يكذب عليك بدون انه يوريك شي حاجه. مؤخرا واحد قال لك دار الفلوت ديالو ودار مع الدوكر ولا سيتر وين، سماه واحد السميه جو بونس لا باج ايزي شوب ولا جو سي با، شويه قال لك واحد لقيت لح واحد البوست كنتسنى الروتور من امانه. ملي انت داير الفلوت ديالك علاش كتقول كنتسنى الروتور في امانه؟ ملي انت كومونتاو ليه الدراري وعلقوا عليه عاد هو ينتبه الخطا عاد هو يمحيه. دونك هنا اسمح لي، هنا كاين الكذوب، هنا كاين انك باغي تنصاب على بنادم. وملي كتقول لي 600 كوموند بار سومان، راه هنا اسمح لي تاني غادي نجي نقول لك غنطالبك بالدليل. 600 كوموند بار سومين ملي كندرسوها ملي كنشيفريوها، راه ماشي كلشي حواله، راه كاين اللي قاري تبارك الله، كاين اللي حتى اللي ما قاريش واعي وعارف. 600 كوموند يعني 100 كوموند في النهار، 100 كوموند يعني دير 20 ديال الروتور، دير انت داخلين 80، واش 80 وطامع في 1000 درهم ديال الدري ولا 2000؟ واش كاين شي لوجيستيك؟ واش خدم عقلك؟ فين هو الوقت فين تجلس؟ والله الا جاتك غير 50 كوموند في النهار ولا غير في يومين، والله الا 2 3 بيرسون ايكيب ولا 4 بيرسون غتقول لي جيستيون دو طون نقدر نقريه ليك، وشوف واش غادي تجيريها ولا لا. دونك الله يرضي عليك، نحاولوا نصحوا لبعضياتنا، ما تكونش الحماسه الزايده وباغي تربح دغيا، وبتاتخ عندك واحد الرصيد يعني معرفي ناقص، ولا فشلتي في دومينات مثلا في امازون، ولا فشلتي في شي تسويق شي ابليكاسيون ديال جلب الحبيب ولا شي حاجه ولا هذا، ولا في الاملام ولا هذا، وتجي تبدا تكذب على بنادم، ولا تمشي لها كاع داك اللي كيمشي لها الدومين وما ينجحش فيه، يمشي لها الدومين وما ينجحش فيه، يمشي لها. عرفوا بكل صراحه، عرفوا فاشل، لانه الدومين ديما خصك تعطيه حقه، وديما خصك تعطيه الوقت اللي يعني اللي يناسبه باش حتى هو يعطيك. وقد ما انفيستيتي من بعد كتبدا تتعلم. نعطيك مثال، بحال دابا المره الاولى ملي كتعامل مع امانه، واش كتعرف واش الكارطون غادي نجيبو واش ما غاديش نجيبو انا يعني، ولا غادي نشريه على برا ولا نشوف. من بعد تبدا تقرا داك السويفي، واش اونكور هي اونكور دو ديستريبيسيون، هي دوزيام بريزونطاسيون، واش هي افيزي، واش هي ليفري، واش هي يعني روتور. يعني هادشي كتبدا تكتسبو بالخبره ديالك، يعني كتبدا تسكالي، كتبدا تطور. فيسبوك اتس كلشي كيعرف انه لا بغى، يسمحوا لي كنقز من البلاصه لبلاصه، يعني كتبدا فيسبوك اصلا بغيتي تبدع فيه راه كتبدا في الاولى بالابجديات. اسير شوف بلال يعني هذاك الشيء اللي دارو، راه بارك عليك لا تعلمتي هذاك الشيء راك محترف. من بعد راه كتبدا تشوف المغرب مغاربه اين اج تسيبلي، راه لا بديتي تسيبلي من 13 وهذا، راه غتجيك مهبوله حبيبها مهبوله هذا المريوله المسطيه المفركله مشرمل ولد امه، يعني هذاك الشيء راه يهربوه ليك. يعني الكومبورتمون داشا ديال المغاربه راه كيشريو،
ولكن راه كيختلف من المدينه لمدينه. الكومبورتمون ديال محور لاكس كازا الرباط جديده راه ماشي هو الكومبورتمون ديال الناس الصحراء وكذا، الكومبورتمون ديال الصحراء ماشي هما ديال المراكشيين. يعني كل مدينه خاصك تدرس حتى هي العقليه ديالها. كاين اللي كاين لا كيجيو كيبدا يسطح كيقول لك لا راه بحال بحال، طلق لا 5 دولار غتجيب لك 40، والا على 5 دولار غتجيب لك 40 كوموندو. راه ولا الذهب هذا، راه كاع بنادم الوزاره غيوليو يجيو ينافسوك في الاي كوميرس، والله حتى غيجيو ينافسوك. ولكن نشر المعلومه الصحيحه، ما تبقاش تقول شي معلومات اكل عليها الدار وشارب وتبيع الوهم للدراري في دورات ما معروفش. يعني لا للسند القانوني بسميه اين شركه كدير ما فيها حتى شي ضمانه. الناس اللي كنعرفهم انا في التكوين تقول لك لا ما عجبكش راه كاين البوسيبيليتي ديال رومبورسمون، ولا بغيتي تفيرسي ليا فيرسي ليا تيل في لاجونس تيل بسميه شركه. هادشي اللي كنعرف، يعني كيكون السند قانوني واضح، وهذاك الفورماتور كيوري الباركور ديالو سكولير، ولا بوتيت حتى ما كانش عنده باركور سكولير كيكون عنده انجازات. شنو هما الانجازات ديالك؟ شنو هما لي سيرتيفيكا اللي خديتي؟ خليني من بلو برينت ديال فيسبوك ولا جوجل ادورز اناليز بوغ لي ديبيتون ولا ادفانسد ولا داكشي عارفينه. شنو هو شنو درتي حققتي مع شي شركه شي انجازات مبيعات كبيره؟ هنا نقول لك وي تبارك الله عليك شابو كاين اخويا. ارى ليا انا نتحدى هذا اللي يقول لي 600 كوموند بار سومين، انا كنتحداه سي كوموند بار سومين، يعني في 5 ايام الا بغينا نقولوا، يعني الويكاند اوف، يعني 6 ايام. انا مستعد نجي اخويا عندك ونجي معايا 5 دراري والله تحسب لينا الدوره ب 1000 دولار يعني 10000 درهم، والله حتى مستعد نجي غير بان بان عليك الامان والله حتى نجي. قلتي 100 كوموند بار جور، غتجبد لي الحجه الريلفي بونكير ديالك وغتقول لي ها انت، يعني غنحسب انا 600 غتحيد منا 20 روتور في النهار غتضربها في 5 ايام يعني 500. اسيدي نعطيك التوليرونس ديال 400، دخل لي غير 400 كوموند في السيمانه نعرفك اسيدي 7. ولكن باش نشر مغالطات وتقول عندي فلوت وفي الاخر احد كنتسنى الروتور في امانه شويه تحيدو شويه كلاشي بنادم. المصيبه الكبرى شنو هي؟ هي بنادم تيدوي على طرق خبيثه كيفاش نسرق المنافسين ديال الكليان زبائن ديال المنافسين ديالي. واش عباد الله انت بهذا المستوى اللي كتقول كندخل 600 كوموند ولا ما عرفتش شحال، حسبوا شحال من مليون نتوما، نتوما حسبوا معايا ديروها كالكيلاتريس، اعتبروني انا غير طلع لي الدم على الدومين ودويت. هادشي اللي كاين، الا قلت شي خطا هذاك صحوا لي ما كاين حتى شي اشكال. واش عباد الله وصلت للمستوى يعني حتى الدرجه او 600 كوموند؟ الله يرضي عليكم، زيروا شويه الدراري وما تبقاوش تطلقوها. هادشي اللي نقول لكم، ما تبقاوش غير تطلقوها على بنادم وسيروا يعني دقه دقه. بالنسبه لهذا اللي كيدوي على سرقه الزبائن كنقول لك حشومه قديمه ديك الطريقه، جبد حقها جبد الارقام ديال هذا اللي في الانجاجمنت، جبد لي الجيميل ودير ليهم كاستم اودينس واستهدف وشوف. والله المغرب سير معاه غير بالمعقول، المغرب يسير معاه بالمعقول عاد، وغادي ومتاكد انه خدا من عندك المره الاولى وشاف ان البرودوي كيتباع كيف لا ديسكريبسيون بثمن معقول، سوا سور انه غيعاود ياخذ من عندك حيت هو ذكي غير ما تكذبش عليه. تقول لي لا راه كاين شي واحد يدير الروتور نصابه ما نطيقوش، شوف هذاك الشيء كاين في اي باي. لك تي خدام شويه في اي باي وخدمتي شويه راه غادي تلقاهم حتى في اي باي. كاينين شي دول خاصك تضرب عليهم وكاينين شي مراكن هامني ميم، يعني عندهم هذاك كيبقى الكومبورتمون ديال بنادم. بحال دابا نيت في لي فورماتور كاين اللي غينشر لك المعلومه صحيحه وكاين اللي غادي يتنز عليك، كاين اللي غتقول لي وريني الرولفي غادي يسطح فيك صراحه، غادي يبقى ديما يهرب لك الحياه الشخصيه ويكري رانج ولا يكري هذا ويبقى يدير لك بوبو حيت حنا عزيز علينا التصاور. نو ما تبقاوش تمشيو يعني مورا التصاور وداك الشيء، سيروا مورا، سير انت بدماغك، سير باللوجيك، سيروا باللوجيك. الا قريتي اللوجيك راه ما يتنصبش عليك. يلا حتي المغاربه بزاف كيامنوا بالشعواده النصب السماوي حيت كيبغيها سهله. باغ كونطخ انك ملي غادي تتعلم وغادي تخسر رزقك المره الاولى وغادي تعرف ان الدومين صعيب فيه في طروا ريسك، فيه ريسك طالع بزاف، فيه الروتور، فيه خصك تخلص امانه ما كتخلصكش في الروتور، ولا ما كانش امانه كاينين وحدين اخرين، وهذيك وحدين اخرين قصه وحده اخرى، شكون هما واش نقدروا نتعاونوا معاهم في الاول واش يضمنوا لي حقي اكسيتيرا، وطرا حوادث ودي زانسيدون في هذا لو سونس، هذيك هضره اخرى. عاوتاني الفيسبوك خاصك تخلصوا فيسبوك غلا لا لاحظتوا، ولا ميم شركات ديال الشراب كيديروا السبونسوريزي يعني طلعوا يعني يعني طلع لواحد الدرجه خياليه، يعني وليتي قليل اللي كيجيب فيديو 0.001 وليتي كتشوف غير 0.0 صافي. الا كنتي بارفوا يعني غادي تفيزي شويه لا سيكسواليتي وكذا وكذا اللي تقدر تجذب بنادم ولا تخلط ليا بنادم يعني ماشي مسيب لي يعني من 13 عام وهذا ولا يقدر يطيح ولا هذا. انا كندوي على لانك تجيب يعني لونجاجمون يعني لون شاري يعني رخيصه، مي او ميم طو انك تجيب يعني سيلز. فهادشي اللي نقدر نقول لكم، يعني كاين بزاف الهضره يعني من الداخله
مهم الغرض جو بونس راني قلت له ماكسيموم بنادم قبل ما يتلاح الدومين يقلب على المعلومه الصحيحه. كاينين معلومات سير يوتيوب، كاينين معلومات يعني بسيط، سيرفيس ميساجري راه معروف، سواء بغيتي ديال الدوله سواء بغيتي واحدين اخرين بريفي، سينو بغيتي تمشي للفيسبوك ادز راه كيبقى هو يعني الحل في المره الاولى. من بعد كتبدا تتعلم، تتعلم بشويه 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 حتى كتعرف واش نديبليكي، واش ندير جورنالي، واش ندير بيجي توتال، هادشي ما تيقولوش. وهذا ما نقول لا تندير ادز لا سناب شات لا شي حاجه، عرف راسك راه كيكذبوا عليك وراه كيكذبوا على راسك وكيغلطوك. انا كنتحدى هادو زعما اللي كيقولوا ويلي حتى الناس ديال شوبيفاي وباقيين شويه يعني يلاه تيتعاملوا اللي تتعامل مع بينز ولا تتعامل مع جوجل ادورز راك تعرفوا سبع عاد جي انت هنا المغرب دير لهم تيندر ادز لا حول ولا قوة الا بالله. بون بغيف نتمنى يكون وصل الميساج يعني لغالبية الدراري. شكرا يعني على المتابعة وتهلاو في راسكم.